أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم صدق الله العظيم. وإلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وإن
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل السميع العليم.
صدق الله العظيم.